الحمد لله مكرمنا بأنوار الرسالة وحسن البيان والدلالة على يد حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار في دربه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في القصص الحق الذي أشار إليه ربنا الحق نتأمل عجائب تجمعنا على الصدق مع مولانا الحق جل جلاله. ولقد أشار الحق إلى ما حصل من أهل أحد بعد عودتهم من أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فكثرت الجروح فيهم ما بين 79، هذا عنده 9، وعدد عندهم 10 جروح، وعدد عندهم 15، وعدد عندهم 30، وعدد عندهم 40، وهكذا. وأكثرهم سيدنا طلحة كان صاحب 79 جرح في الصدر وحده، 9 جروح. انظر إذا بك جرح واحد كيف تكون همتك، كيف يكون شعورك بهذا الجرح، كيف يكون اهتمامك بمداواته. 79 جرحا، ثم يقول أين سلاحك؟ يقول قريب يا رسول الله. لقد بات هؤلاء يضمدون جروحهم بأن يدفئوا على النار بعض الثياب والخرك ثم يضعونها على جروحهم. بعض منهم وصل في الليل ولم يقم بشيء، ولم يحضر أهله له النار ليضمد جرحه إلا وقت النداء في الصباح، فلما سمع النداء قال أعطيني سلاحي. تقول زوجته ها هو النار قد قربته ليضمد جرحك. قال دعينا من هذا، أيخرج رسول الله وأنا هنا ناوليني السلاح؟ فيحمل السلاح ويخرج. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، حقائق الإيمان، حقائق الصدق، حقائق المحبة. يا من سقاهم هذا الكأس الأصفى الأهنى لا تحرمنا وسقنا منه يا أرحم الراحمين. ومنهم من ضمد من جروحه بالليل وأعد الدواء ليستعمله في الصباح، فسمع النداء فترك الدواء واشتغلوا عن جروحهم بتلبية نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا طلحة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المغفر والدرع سمع صوته الخطيب وقال السلاح قريب جاء وعنده 79 جرحا، قال ولقد كان جرحه أشد علي من جروحي كلها. لقد كان الجرح الذي أحس به في وجنتيه وفي شفتيه وفي جبهتي وفي ركبتيه كان أشد علي وأشق من جروحي كلها، ولئن كان جرحه أشد علي من جروحي كلها. رضي الله تعالى عنه. هذه عاطفتهم نحو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وتقدم صلى الله عليه وسلم ومشى معه القوم، منهم سيدنا عبد الله ابن سهل ابن رافع وأخوه رافع ابن سهل ابن رافع، كان جريحين بجروح كثيرة وسمع النداء في الصباح. قال أخي كيف نصنع؟ قال له أنا تخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ذاك لغب، في لفظ قال له إن ذلك لفسق. قال إن مجروحين ولا دابة لنا ولا شيء نركبه. قال لا أخي قم فلنتجرى وإياك، يأخذ أحدنا بيد الآخر ونمضي. فمضى. يقول سيدنا عبد الله
تعب أخي رافع، وكان جروحه أشد مني، فكنت أحمله عقبة ثم أضعه فيمشي عقبة ويضعف فأحمله، فلذا تأخروا عن الركب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، ومر جماعة بأبي سفيان قال أين تريدون؟ قالوا المدينة. قال تبلغون عندي رسالة إلى محمد، وأنا أحمل لكم جمالكم زبيبا عندما توافون سوق عقاب في الغد فأملأهم. قالوا مرحبا. قال قولوا لهم إن أبا سفيان جمع لكم جموعا وهو راجع إليكم ليستأصلكم. قالوا مرحبا. فمروا والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى حمراء الأسد، جاءوا يكلمون النبي يكلمون الصحابة، كل ما كلموا واحد قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. يريدون أحد يخاف أحد يفزع؟ ما في، مشوا في طريقهم، بلغوا الرسالة يريدون الزبيب من أبي سفيان، مشوا في طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا حطب، جمعوا الحطب. قال أوقدوا نيران، فكانوا يوقدون 500 نار، فكان يصل ضوءها إلى بعيد وتخابر الناس جيش محمد الكبير. ذهب لذلك كلام كبير في الناس، وصل إلى قريش. قبل ذلك مر بعضهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة خارج، فمر على أبي سفيان وقد جاوزوا حمراء الأسد إلى الروحة وهناك يتشاورون في الرجعة. قال ما الخبر وراك؟ قال محمد خرج معه جيشه وقومه. قال أنت رأيتهم؟ قال نعم. يقول سفيان صفوان قد قلت لكم انتبهوا. فمر معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكان لم يسلم بعد، قبل الإسلام لم يزل على شركه، إلا أن الله خص قبيلة خزاعة بموالاة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، مسلمهم ومشركون. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجده بحمراء الأسد، فكلمه وقال إنه شق علينا ما حصل بك وما نزل أصحابك، ولو وجدنا أن ذلك كان بغيركم وأن الله قد أعلى كعبك، ومضى. فمر بالروحة وإذا بي سفيان، ولما أقبل معبده يعرف أنه لا يزال مشرك مثلهم. قال هذا معبد عنده الخبر. معبد ما الخبر وراك؟ قال أبا سفيان خرج محمد بجيش، لقد ندم أصحابه الذين تأخروا من الأوس والخزرج، واغتاظوا على من قتلتم من أصحابه وامتلأوا حنقا، فخرجوا فيهم من الغيظ ما لا يعلمه إلا الله بجيش عظيم كبير لا أقدر أن أصفه. قال انظر ماذا تقول. قال هو ذلك، ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصل خيل مقبل عليكم الآن هنا، وقد قلت في ذلك شعرا. وأخذ أبيات يصف فيها الجيش وعظمته وينذر فيها أبا سفيان وقومه. قال شاطكم. قال صفوان قد قلت لكم. قال قوم 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 امشوا. مشى بأصحابه امتلى رعب، ومشى بأصحابه فروا، قالوا مسرعين جارين نحو مكة. فلاحظهم أبو معبد الخزاعي فأرسل إلى النبي يقول الجماعة فروا وذهبوا خائفين، ذهبوا بالخوف نحو مكة. هذا تمام نصر الله لنبيه من أحد، فما رجعوا من أحد إلا وهم في خوف وهم في قلق وهم في رعب. رجعوا كذلك فارين إلى مكة المكرمة، وبقي رسول الله الليلة الأولى كان صلى بالناس العشاء أنا غزو الخيمة، فقال أين عبد الله بن سهل ورافع بن سهل؟ يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم يعرف، ويعرف أن هذين من المؤمنين الصادقين لا يتخلفون. قال يا رسول الله ما وصل، ما هما بمعنى تخلف؟ فدخل
إلى خيمته وأمر الحارس. كان تلك الليلة سيدنا عبادة بن بشر يقول له إذا وصل فيدخلهم عليه، فهو يتوقع وصولهم، ودخل خيمته. بعد شو أمرهم أن يوقدوا النيران، أوقدوا النيران 500 نار امتلأ بها الوادي وشعب، والناس يتخابرون جيش محمد ونيرانه الكثيرة. فلما وصلوا، لأن هذا يحمل أخاه ويتركه يمشي قليل يتعب يحمله، وهو مجروح كما، لكن هذا خف من هذا فيمشيان. حتى وصل وقد صلوا العشاء وقد قاموا بإيقاد النيران، والرسول صلى الله عليه وسلم في خيمته. فسألهم سيدنا عباد بن بشر ما خلكم خلفكم؟ قال لا، هذه علتنا وهذا كذا. قال فرسول الله يطلبكم؟ قال له إذا استأذن لنا عليه. فدخل عليه فسألهم أتخلفتم عني؟ قال لا رسول الله ما تخلفنا عنك، ما هو إلا أن أخي هذا كان أشد جروحا مني، تكلمت وإياه أنه لا نتخلف عن غزوة معك وأن ذلك غبن علي، فكنت أحمله عقبة ويمشي عقبة، فلذلك كان ما كان. فدعا لهما وقال إن طالت بكما مدة لتكونن لكم مراكب من الخيل والإبل والفرس والبغال، وليس ذلك بخير لكم، الآن شانكم أعظم عند الله تعالى، ولكن بجعلكم وقت عندكم كثير مراكب تركبونها على ما شئتم من الجمال ومن الخيول. فكان ذلك. ثم بات صلى الله عليه وسلم وأصبح وبات وأصبح، فبقي الاثنين والثلاثاء والأربعاء بحمراء الأسد. ثم عاد بأصحابه وقد تيقن أن القوم فروا إلى مكة، ولما أخبروه أن القوم كانوا يتراجعون في شأن العودة إليه قال لقد سومت لهم الحجارة، أي من السماء، ولو عادوا لكانوا كأمس الذهب، اشتصروا ما يبقى منهم أحد، كم من لطف الله أنقذ في قلوبهم الرعب وبعدهم، ولو رجعوا لاستأصلهم الله بعذاب من عنده نصرة لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأكمل أيامه الثلاث وعاد إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المعنى الأول يقذف الخوف في قلوب أوليائه، المعنى الثاني يخوف أوليائه، أي يخوف الناس من أوليائه أنهم أقوياء وأنهم عندهم جلد وعندهم أسلحة وعندهم جموع. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكان هذا مما حصل من القصص العظيم للصحب العظام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة أحد. وكان في غزوة أحد غرت بعض الناس نفسه، وكان من أيام الجاهلية قد حصل ثار بينه وبين بعض الصحابة، وكان هذا الحادث من قباء، من كان بقي في قلبه وقد أسلم على بن المجذر، ما أخذ لأن المجذر كان قتل أباه في الجاهلية
لكن جاء الإسلام وكان أباه قد قتل جد المجذر، فبقي هذا الأثر والثار الذي يروجه الشيطان. فلما كان يراوده هذا الخاطر أيقتل ابن المجذر، فما يجد فرصة. فلما اختلط الناس في أحد جاءه من ورائه وقتله، ولم يعلم به أحد، ظنوا أنه مع أهل المعركة، قتل بواسطة بسبب المعركة. وجاء إلى واحد آخر وقتله، فقتل الاثنين وما علم بأحد، ورجع إلى قومه. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من حمراء إلى سد، وكان يوم ذهابه يوم الأحد إلى حمراء إلى سد لم تزل الراية معقودة من أحد، لم يطلقها بعد، سلمها إلى سيدنا علي وخرج. وفي بعض الروايات يا سيدنا بكر الصديق. ثم عند عوده جاءه جبريل وقال إن الحارث بن فلان قد قتل فلانا وفلانا في أحد غيلدا، فاذهب إليه فاقتله. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى قباء في ساعة ما عودهم أن يأتي فيها وقت الهجرة في الظهر. وصل إلى قباء فتسامع بالقباء، فجاءوا واجتمعوا، فجاء الحارث هذا القاتل. لما وصل قال الرسول صلى الله عليه وسلم خرج به إلى باب المسجد فلان واقتله. قال لي ما يا رسول الله؟ قال بقتلك المجذر وفلان. فكان تعرف أن الله فضحه وكشفه، وكان ذلك رحمة به ليأخذ جزاءه في الدنيا ويخرج تائبا مقاما عليه الحد يتعرض لتكفير ذنبه. فقال يا رسول الله وأنا ما قتلت رجوعا عن الإسلام ولا ردة، ولكن سوى لي الشيطان ونفسي، وكان ذلك مني، وإني أتوب إلى الله ورسوله، وإن أردت أن أديه. قال لا. والثاني أيضا قتلته وأولادهم ما يرتضون الدية، أمرني جبريل أن أقتلك، فأمر بقتله صلى الله عليه وسلم، فقتل وأقيم الحد عليه. وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان ذلك من العجائب التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد غزوة أحد. في هذه الوقعة الأولى وقعت حمراء الأسد، وتكرر بعد ذلك في العام المقبل إرسال أبي سفيان إلى أهل المدينة من يخوفهم أنه جمع الجمعة وكان قد جبن ولم يساعده الناس، فأراد أن لا يخرج النبي حتى لا يتسامع الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبتأخرهم هم، فيكون ذلك وبالا عليهم أو وصمة عار عليهم عند العرب. سبحان الذي نصر حبيبه الأطيب، ثبتنا الله على دربه وسار بنا في سبيله، وجعلنا من أنصاره ظاهرا وباطنا بأنفسنا وأموالنا وكل ما معنا، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله.